السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبنا من كل مكان. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم عمرو اشرف من قناتكم على اليوتيوب لوفت عمرو اشرف. بحب اشكر كل الناس اللي بتدعمنا وكل الناس اللي بتكتب كلام كويس لينا، كلكم فوق دماغي. فيديو النهارده فيديو مفيد جدا ومش هيخليك يضحك عليك تاني. تابع الفيديو لحد النهاية، ولو حضرتك أول مرة تشوف الفيديو ده عن طريق الصدفة أو تشوف القناة، بعد إذنك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو أنت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نشوف موضوع النهارده. بالبلدي كده، موضوع النهارده موضوع هيفيدك قوي 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 في غيط الحمام، ومش هيخليك يضحك عليك، وهتعرف ادق الفنيات اللي تخليك عارف فرد الحمام ده طبيعي زي ما ربنا خلقه ولا في اوانطه. خلينا نتكلم عملي، عشان العملي هو اللي بيبقى فيه فايده وبيبقى الشرح بتاعه ادق من النظري. واحنا جوايا حمام بنحب الفرجه وبنحب نتفرج على الحمام لايف في ايدينا، فانا هفرجك فرد حمام وانا بشرح عليه اللي انا عايز اقوله لحضرتك. هجيب لكم فرد حمام بس يكون ان هو ايه؟ يكون ظاهر يعني. عايزين فرد يكون ظاهر. عايزين فرد يكون ظاهر. خلينا نشوف السكروتة ده. طيب ده شاب سكروتة يعني من حمامكم. طبعا انا بعتبر يعني ايه اللي بيتفرجوا عليا دول اخواتي، وده حمامكم فعلا، وربنا يا رب يبارك لكم، ويعني وكل واحد ربنا رزقه باي طير بيربيه ربنا يا رب يبارك له فيه. النهارده هقول لك ازاي تعرف تفاصيل مهمه في شكل الطبيعي لتكوين عظم الحمام. فرد الحمام عشان حضرتك تقدر تعرف ان هو طبيعي او في اوانطه، لازم ما سيادتك كده تبص معايا بس وتركز معايا في الحته دي، لازم يبقى العظمتين بتوعه على بعض. العظمه اللي تحت دي اللي هي العظمه دي والعظمه دي، طول ما هم على بعض ومفيش اي تنوير من الجنب شمال او يمين، يبقى الفرد ده عظمه طبيعي زي ما ربنا خلقه، زي ما حضرتك شايف كده اهو. ده فرد عظمتينه على بعض اهو، عظمتينه على بعض، ولا عظمه منور من الجنب ولا من الشمال ولا من اليمين ولا في اي اوانطه. الضفر اللي قدام هنا، الضفر اللي قدام هنا يا حضرات، الضفر ده لازم يبقى موجود فوق وتحت. الضفر اللي قدام ده ربنا خلقه للطير عشان يعرف يلقف بيه الكلفه، عشان يعرف ياكل بيه. ده سلاحه من قدام اللي بيقدر يلقط وياكل بيه، يلقف بيه الاكل. للاسف الشديد في بعض الانواع زي الصوافه بيشيلوا الضفر ده ويشيلوا الضفر اللي تحت، بيقصوهم ويبداوا ان هم يجيبوا مبرد ويساووا الضفرين عشان يبقوا سوا واحد، وبيزقوا والحمام لورا شويه، بيكبسوا عظمه، يعني يقول لك انا بكبس عظمه عشان يخلي فرد الحمام عظمه يقصر قصر غير الطبيعي. يبقى فرد انت تشوفه كده تقول ده فرد شاذ، ايه ده عظمه عامل كده ليه؟ عشان ده فرد هو عايز يعمل في كده، عايز يقصر عظمه جامد وعايز يخليه ان هو يبقى على ضراديره. الحته دي بتتعمل اكتر في الصوافه، انما في البل لما بيحبوا يلعبوا فيها، لو الفرد مثلا عضمه طويل شويه بيقصوه وبيظبطوه بالمبرد وبيعملوا حركه تانية بقى ايه؟ بيدوا له زقه كده بشكل معين عشان يخلوا الحته دي عنده عاليه. يخلوا الحته دي عنده عاليه اللي هي بتبقى اللي احنا بنسميها في الحمام ايه في البل؟ يقول لك بص فرد حمام قبلته عامله ازاي؟ بص فرد حمام طلعته عامله ازاي؟ الطلعه اللي هي هنا دي اللي هي الحته اللي فوق دي، دي كل لما بيبقى فيها نسبه ريش كثيف ومضفر كده وعامل كده، ده بيدي الفرد شكل جمالي، ودي من اساسيات موجوده في البول المفروض تبقى طبيعيه موجوده فيه. طب ازاي بتعرف ان هي طبيعيه وازاي بتعرف ان هي مش طبيعيه؟ لو هي مش طبيعيه بتبان. لو حضرتك نكشت العظم هنا من الريش من هنا كده، هتحس ان فرد الحمام ده عنده حته، يعني تحس الحته دي عنده ورمه مش طبيعيه،
وبعدين فرد الحمام بيفضل متألم لفترة بسبب اللعب والتكه اللي التكه ليه دي، بعد فتره تلاقي فرد حمام الحته دي عنده حلت والحته دي عنده سقطت نزلت تحت، لان هي اصلا مش عنده، هو عاملها له تصنيع، لكن هو الفرد الحته دي ضعيفه عنده، هو اداله عشان يقدر يبيعه لك. لكن لما بتبدا ان هو الورم ده يفش والعظم يرجع لشكله الطبيعي، تلاقي فرد الحمام عظمه نازل يشرب من البحر، الحته دي خلاص بقى مش عنده الفرد عظمه ايه؟ عظمه سقط، لانه اصلا في الاساس عظمه ساقط، عظمه مش راكب احسن حاجه وما عندوش الانطره دي، فهو بيديله صناعي، بيديله صناعي عشان تظهر له. تمام، دي فنيات كده في الحمام لازم تاخد بالك منها وانت بتشتري من اي حد، وانت بتشتري من اي حد دي فنيات لا راجع عليك انت لتقليبك انت للحمام، بتشوف الطير اللي انت بتشتريه ده طير طبيعي زي ما ربنا خلقه ولا هو فيه اونطه. انا مسمي الحكايات اللي انا بقول لسيادتك عليها دي انا مسميها اونطه، لما بشوف فرد فيه اونطه انا ما برضاش اقلبه، خلاص فرد حمام مش طبيعي، واللي بيبيعه لك لو هو اللي عامل فيه كده ده طبعا بيبقى حسابه عسير عند ربنا، انت بتاذي طير، بتاذي طير اخرس، هو مش هيقدر يقول لك لا اللي انت تعمله ده هيقلبني، طير اخرس. فكل اللي بيعمل كده غشاش، بتحط تحت بند غشاش. وعايز اقول لحضراتكم حاجه، اي حد بيلعب في اي فرد حمام ده ضعيف في الغيه، اي حد بيلعب في اي فرد حمام ده ضعيف في الغيه. ليه ضعيف في الغيه؟ لان هو مش قادر يبقى عنده الحمام ده بالمنظر ده، فبيحاول ان هو يخليه او يوهم نفسه ان الحمام بقى منظره كده طبيعي. انت تقدر تشتغل على حمامك وتقدر ان انت تشتري حمام بالشكل ده لو مش عندك، وتنتخبه وتديه لبعض وتفرخ، ويبقى الحمام ده اللي طالع عندك في الشكل ده بدبلك، اشتغلت وتعبت سنة واثنين وثلاثة واربعة عشان توصل للي انت عايزه، مش عيب. الناس اللي عايزة تشتري الحمام تيكاوي وعجاز ده، الناس دي مش هتعرف حاجة في غيط الحمام، لازم تشقى وتتمرمض وتجري ورا المعلومة وتشقى مع الحمام، الحمام هو اللي هيعلمك، مفيش حد هيعلمك غيط الحمام. اوعى تفتكر ان في يوم من الايام حد هيعلمك غيط الحمام، غيط الحمام دي انا اسف يعني ما بتتعلمش، انت بتكتسبها، دي بتبقى ملكه جواك، حبك للشيء وذكائك الفطري اللي موجود فيك وحبك للحاجه اللي انت بتحبها هو اللي هيخليك دايما عندك سعي انك تجري في الحاجه دي وعايز تفهم لها وعايز تبقى قوي فيها. لكن ان حد يعلمك ويجيب ورقه وقلم ويقول لك اصل السكروطه المفروض عينه تبقى زيتي بالشكل ده والمفروض يبقى لونه بالشكل ده ويكتبهم لك، ده كده مفيش حاجه اسمها في غيط الحمام كده. غيط الحمام احنا اتعلمناها عن طريق الممارسه، عن طريق ان احنا قعدنا فتره في شيء معين بنحبه وفضلنا شغالين فيه لحد لما وصلنا فيه للمرحله دي. ابعد 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 عن الغش في الحمام، اوعى تشتري فرد حمام ويكون ملعوب فيه. حاجات اللي انا قلت لك عليها دي حاجات يعني قلب بلعب، في حاجات تانية بس انا مش عايز اديك كل حاجه مره واحده، عشان انت لو لسه راجل جديد في غيط الحمام الموضوع معاك هيبقى ايه؟ هيبقى اوفر، مش هتعرف تستوعب الموضوع مره واحده. خلينا طالعين مع بعض سلمه سلمه، خلينا طالعين مع بعض سلمه سلمه. انا بس في حاجه عايز، عشان نسيت اقولها، عايز اقولها تاني. بصوا حضرات، في حتة انا شايفها بصوافة كتير اولي من دول وبضحك علشان بقت كتيرة، والعيد ده بقى يتوارث في حمام كتير في البول وفي الصوافة، بس انا بما ان معايا ابلق فانا هتكلم في البول، لان انا مش بغوى صوافة، يعني انا حاليا ما عنديش الصوافة، انا خرجتهم، فانا بغوى بول. الناس اللي عارفاني ومتابعاني من زمان عارفة ان انا بغوى سكروتات وبحب البول عموما. فانا هكلمك عن حاجة عايزك انت كغاوي بتحب الحمام اوعى 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 تنتخبها في حمامك، عشان ده عيب بيفضل متوارث في الحمام، ولو انت ما خدتش بالك منه هيفضل موجود في الحمام بتاعك كله.
حته الايه الخنقه. بكلمك في عيب شرعي اهو، بكلمك في عيب شرعي. اوعى تشتري حمام عظمه مش راكب بشكل كويس في اعلى حته في نافوخه ويكون ليه خنقه. الخنقه دي ليها اماكن في شكل فرد الحمام، بتيجي هنا من الجنبين دول من عند الشدق كده، بتلاقي هنا حصل يعني تلاقي الريش هنا اهو بقى قليل، تلاقي الريش هنا اهو مسمينها خنقه عشان هتلاقي الريش الحته اللي هنا دي كده اللي عند الشدق من هنا دي هتلاقيها الريش فيها مش كامل شمال ويمين. هتلاقي الفرد من فوق هنا كده من الحته دي كده من عند التبشيرتين اللي عنده فوق دول اللي هو غطاء الانف، هتلاقي الخنقه هنا، هتلاقي الحته دي كده اهو اكنها شبه مهجره، دي بتتسمى خنقه، بتتسمى خنقه. العيب ده شرعي في الحمام كله مش في البلق بس، بس انا عشان ماسك ابلق يعني بشرح لك على ابلق. اوعى تنتخب حمام بالشكل ده في حمامك لانه عيب يعني بيتوارث، وعيب ما ينفعش انت كراجل غوى حمام وبتفرك ما بتنشش، عشان في فرق ما بين الفرخ والنش. حتى والله لو انت راجل بتنش ما ينفعش تنش فرد حمام بالشكل ده، يعني دي راجعه برضك للذوق العام كناس برضك بتنش حمام. فدي حاجات عايزك تركز فيها، محدش هيقولها لك علشان في حمام كتير في الفترة اللي احنا فيها دي انا بشوفه على النت من صور من فيديوهات من حاجات كتير قوي مش عايز اتكلم عليها عشان محدش يزعل فيها العيوب دي، والناس بتتجامل فيها وناس كتير بتخش تعلق على الحمام بالشكل ده، وانا مش عارف بقى هما واخدين بالهم وعاملين نفسهم مش واخدين بالهم ولا الناس مش واخده بالها. بس انت كراجل متابع ليا للقناه وانا المفروض ان انا بنقل لك معلومه يعني بما يرضي الله، لازم الفت نظرك للجزئيه دي. دي حاجات فنيه مهمه لازم حضرتك تكون عارفها علشان ما تقعش فيها. ان شاء الله بامر الله نحاول دايما نكون متواجدين معاكم على القناه، بس انتم والله العظيم اللي بتحفزونا ان احنا نعمل فيديوهات تانيه. فحاولوا اي فيديو بنزله تدوله حقه وتكتبوا تعليق يليق بحضراتكم، وتسألوني عن اي حاجة هجاوب في الكومنت واعمل عنها فيديو. كان معكم عمرو اشرف من قناتكم على اليوتيوب لفت عمرو اشرف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.